كما اعتدنا مشاهدينا في الأيام الأخيرة نخصص شباك الفنون أيضا لمتابعة فعاليات الدورة 30 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وننتقل مباشرة إلى تونس مع مراسلة العربي أميرة مهذب. مساء الخير يا أميرة، وأهلا بك. إذا ما الجديد في مهرجانكم يعني الغني والمتنوع؟ نعم ديما، أهلا بك وأهلا بمشاهدي التلفزيون العربي في هذه الفقرة المتجددة لأيام قرطاج السينمائية في دورتها 2019. هذه الدورة التي سميت باسم نجيب عياد فقيد السينما التونسية الذي فارقنا منذ شهرين. نحن ديما الآن هنا في شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض لتونس العاصمة. كما تشاهدين ربما خلفي، الشارع هذا يعني متواجد فيه العديد من مولعي السينما، سواء كان من ممثلين ومخرجين وفنانين، وصار يعني يعرف بشارع الثورة، وهو الآن شارع السينما. اليوم سنتناول في فقرتنا هذه أحد أبرز الأفلام الروائية الطويلة الحائزة مؤخرا على جائزة أفضل فيلم في أحد المهرجانات في كوريا الجنوبية، والمشاركة في مسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة هو فيلم شارع حيفا. وأنا سعيدة جدا باستقبال مخرج الفيلم. أهلا بك يا مهند إلى هذه الفقرة، أنت مخرج شارع حيفا من العراق. شكرا جزيلا، سعيد أكون وياكم على تلفزيون العربي، سعيد بهاي المقابلة. إذن شارع حيفا أحد أبرز الشوارع في بغداد، اليوم سنتابع معك ربما أبرز ما جاء في هذا الفيلم من خلال القصة والشخصيات. لكن قبل كل هذا وقبل الحديث عن الفيلم، دعنا ربما نشاهد تيزر أو العرض الترويجي للفيلم ثم نعيد للحوار. أوكي، عرض ترويجي للفيلم ثم نعود. مشينا من الشارع. أكو ثلاثة أشخاص بدهم تابوت تفتشهم. سلام، الزم نفسك. سمعتني؟ سلام يا رجال، سلام. سوي دار كل مجهود. قلهم صار الأمير سلام. عودة إليكم مشاهدينا، وعودة إلى حوارنا هذا في هذه التغطية. إذا مهند حيال، مبارك أول فيلم روائي طويل عراقي يؤرخ للحظة ما 2006 الصراع الطائفي ربما في العراق. شارع حيفا، لمن لا يعرف شارع حيفا في بغداد، يعني كيف كان الشارع قبل 2006 وكيف صار من خلال الفيلم؟ طبعا هذا الشارع كان واحد من أهم، يعني هو يصير بوسط بغداد، واحد من أهم الشوارع المدنية ببغداد. كانوا يسكنوا أساتذة الجامعات والفنانين وبعض من يعني الطبقة المتوسطة العراقية، ممكن البغدادية، ممكن نقدر نقول هيك يعني. بعد 2006، بعد 2003 تقريبا، عام 2006 كان ايام النزاع، شنو تسمينا، الطائفي المسلح او الحرب الاهليه، او ممكن او الاصدق انه هي حرب العصابات المسلحه، او حرب ممكن هذا اكثر مصطلح يكون واضح وصريح وياها. يعني تحول الى واحد من اخطر الشوارع، كان القناصين منتشرين على كل مكان ويقتلون اي حدا يمر بالشارع. والغريب بالموضوع انه هذا كان يبعد عن المنطقه الخضراء، مركز الثقل الجيش الامريكي، يبعد عن شيء 5 دقائق تحكين بالسياره او ربع ساعه سير على الاقدام. وكان يعني بالنسبه للامريكان مثل هذا الشارع يعني، او الحرب بالفتره ذيك، لانه مثل التواتر. قصه سلام، ما هي قصه سلام؟ هذا القناص ربما أنا أريد الناس تشوف الفيلم حتى، بس ممكن أنه هو يعني سلام واحد قناص شاب صغير في العمر، شارع حيفا،
احنا بالكاد نتعرف عليه، ممكن نتعرف على وحدته، وممكن نتعرف على انعزاله، وممكن نتعرف على حالته النفسية بشكل جدا قريب بالفيلم، وبعدين نكتشف القصة مالته، نكتشف انه هو he was just kid، يعني هو بس شاب حالة. ما هي الثنائيات ربما التي او المفاهيم التي روحت فيها في هذا الفيلم؟ الحب، الحرب، ربما السلام، الموت. يعني أنا ممكن هذا الفيلم يحكي عن الفرد بكل ما يحمل، بكل ما يحمل هذا المصطلح من معنى. يعني أنا مع الشخصيات داخل الفيلم كأفراد يعيشون تحت ظل هذا السترس العالي اللي خلقت هذه الحرب، بانكساراتهم، بأخطائهم الشنيعة، بحبهم، بصدقهم وبكذبهم، وبأشياءهم الخطأ وبأشياءهم الصح. احنا يعني بنطرح هذه الشخصيات بوسط هذا الشارع الملتهب، شو صار، شو عملت الحرب بهذه العائله اللي هي المين مشكله بهذا القصه الرئيسيه عن العائله بهذه الحرب، شو الافكت تبع الحرب اللي كان عليهم. فاحنا نرصدهم، يعني ما عندنا جادجمنت، ما عندنا حكم مسبق على الشخصيات، يعني احنا نطرحها كما هي بس بطريقه قريبين عليها جدا. نحن لا نريد ان نحرق الفيلم، لكن هناك سعاد وهناك ناديه، يعني دور المراه ربما لا مش مصر احرق الفيلم، لكن دور المراه ربما، يعني لمن انتصر دور المراه هنا؟ اذا اي مفهوم انتصر نفسه؟ اذا ما اتصور انه هو في انتصار لمفهوم على حساب مفهوم، بس بالفيلم واضح هذا الموضوع، وكثير من النقاد شافوا انه هذا من الافلام خلينا نقول العربية القليلة جدا اللي تظهر المرأة بشكل مغاير. يعني أنا النساء اللي كانوا ما كانوا يبكوا بالفيلم رغم كل المآسي، بل كانوا هم صناع حقيقيين للحدث، وكانوا بمنتهى القوة يعني تحت الرصاص، وهم يحاولون يخلصون هذه الجثة الموجودة في الشارع، أو يحاولون يعني رغم كل الابتزاز اللي يخضعونه وكل التفاصيل، لكن هم أقوياء بدرجة ممكن نقدر نقول عنها وجودية يعني. وهذه الفيلم يبدو أنه نال إعجاب كثير من التونسيين حسب ما قرأنا في المقالات. يوم أمس كان عرض هناك 8:30، وبعد ساعة تقريبا هناك عرض في لاجورا أيضا. نتمنى لك التوفيق في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة. أنت المخرج مهند حيال عن فيلم شارع حيفا من العراق، أشكرك شكرا جزيلا على حضورك معي. شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا لك. عودة إذن إليك ديما، هذا يكون ما يمكن أن نجمله هنا من شارع حبيب بورقيبة في دورة 2019 لأيام قرطاج السينمائية. نعم أميرة، شكرا جزيلا لك ولضيفك.